وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالأمس وأثناء لقائه مع قناة تي اف 1 الفرنسية أدلى بتصريح نادر بيتعلق بصحة الرئيس الروسي بوتين. نشوف إيش قال. Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours, écouter ses discours. Je ne pense pas que des personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. زي ما وصفنا تعليق لافروف هذا بيعتبر نادر لأنه نادرا ما بتنفتح سيرة صحة بوتين عند الروس وأصلا الحديث عن أنه مريض أو حياته الخاصة هذا في حد ذاته شيء خلانا أو خلينا نقول أنه غير مسموح في عندهم. طيب بس يبدو أنه كثرة الإشاعات وكونه أنسأل بشكل مباشر اضطر لافروف ينفي بشكل قاطع ومثل ما شفنا في جوابه قال أنه كل الكلام عن أنه بوتين مريض أو بيعاني من أي وعكات كل هذه إشاعات والشخص العاقل شايف بعينه أنه بوتين بصحة جيدة بحسب كلامه وأكبر دليل على أنه هذا ظهوره العلني أمام الجميع كل يوم وعلى فكرة بوتين فعلا من 4 أيام بس كان ظهر في أول زيارة من وقت العملية العسكرية في فبراير وهو بيسلم على جرحى الحرب لكن المقطع ما كان كافي لإقناع الغرب أو تغيير رأيهم خاصة أنه مقطع ممنتج فمن مدة والصحف الغربية وهي نازلة تسريبات بتزعم أنه صحة بوتين في خطر والكلام كثر عن هذا الموضوع لليوم لدرجة أنه بمجرد ما تكتبوا كلمة بوتين أونلاين بتظهر لكم المواضيع الرائجة زي بوتين أو بوتين كانسر أو سرطان بوتين وحتى وفاة بوتين وسبب هذه الضجة كلها أنه في كذا تقرير وفيديوهات متداولة بشكل مكثف أثارت تكهنات عن صحة بوتين خلونا نستعرضها معاكم بشكل سريع آخر هذه التقارير نشرتها صحيفة الميرر البريطانية واستندت للاستخبارات البريطانية اللي قالت بأنه الرئيس الروسي بدأ يفقد بصره وبيعاني من أعراض كثيرة سببها السرطان منها الصداع الشديد وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد وتبقى له 3 سنوات علشان يعيش الصحيفة قالت كمان أنه مقابلاته التلفزيونية على الأغلب مسجلة مسبقا وأنه بوتين مريض جدا ولما يموت حيتم التكتم عن وفاته لأسابيع أو حتى شهور علشان ما يصير انقلاب وهناك أيضا احتمال أنه بوتين قد يكون مات بالفعل وحاليا اللي بيظهر هو شبيه له لكن من المستحيل معرفة هذا الشيء هذا طبعا كله على ذمة التقارير اللي بتنشر طيب كمان في تقرير ثاني كان طالع قبله هو هذا منسوب لصحيفة الاندبندنت البريطانية فهي بتقول انه قناة روسية شهيرة على تيليجرام اسمها جنرال اس في ار بيديرها ضابط سابق في جهاز المخابرات الخارجية الروسي زعم انه اطباء بوتين حذروا انه الجراحة حتعطلوا عن العمل لفترة قصيرة وانه خلال هذه الفترة حيسلم السلطة لاحد مساعديه بشكل مؤقت وقال انه بوتين فتح قلبه لمساعده المقرب وسكرتير مجلس الأمن الروسي وأخبروا أنه بيعتبروا أقرب أصدقائه وأنه يمكن يكلفوا بتسلم السلطة منه لكم يوم طيب كل خلال يعني هذه التقارير جات بعد ما كمان انتشر كذا فيديو لبوتين بيظهر فيهم وهو بيعاني من ما يبدو من رعشات في يده ورجله اعتبرها البعض كدليل حي على إصابته بمرض ما Заблокируйте промышленную зону так, чтобы муху не пролетела. То есть предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международными правовыми актами. Всем, кто ранен, будет... Конечно, мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали. Ситуация в регионе, ситуация сложная, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении. Я очень рад вас видеть.
طيب بعد كل هذه المقاطع وعيون الغرب مركزة طبعاً على أي ظهور لبوتين علشان يأكدوا شكوكهم، فنقال إنه مصاب بالخرف ومرض الباركنسون أو الشلل الرعاشي، كمان في ترجيحات إنه بيعاني من السرطان، وحتى طلعوا أطباء ومختصين في لغة الجسد وقالوا إنه انتفاخ وجهه وحقيقة إنه بيبدو وكأنه بيعرج أثناء مشيه كلها دلائل على إنه مو متوتر لكنه مريض. على العموم في خبراء ومراقبين كمان بيشوفوا انه هذه الشائعات حيلة متعمدة من الغرب علشان يشوه الصورة اللي دايما بيرسمها بوتين لنفسه كرجل رياضي وطول حياته بيحب يتفاخر بصحته ولياقته البدنية واستعراض عضلاته، فالغرب اختاروا انهم يحاربوا بسلاحه والصورة اللي دايما بيرسمها لنفسه. كمان في كلام لافت من بعض المراقبين اللي شايفين انه الكرملين نفسه له هدف معين مو معروف إيش هو بالضبط، بس فكرة ظهور بوتين كشخص مريض بهذه الهيئة أمر غير منطقي إلا لو كان عندهم هدف أو حيلة روسية من وراء، وهذا للتذكير بحسب تحليلات تم رصدها في وسائل الإعلام الأجنبية، بالتحديد دي مو آراءنا نحن الشخصية. عموما خلونا نسمع من خبير تحليله وقراءته للموقف وحقيقة صحة بوتين وهل فعلا في خطر. ينضم إلينا من لندن الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج، أهلا فيك معنا دكتور أحمد. تعتقد يعني لأي درجة هذا الكلام اللي بيثار عن صحة بوتين حقيقي؟ طبعا لا يمكن الجزم أبدا بأنه يعني حقيقي وموثق، لأن حتى المخابرات الأمريكية تقول أن تلك مؤشرات لكن لا يوجد يعني شيء موثق لديها لنشره للناس، لكن تلك التقارير التي تتحدث عن تلك صحته والورم والانتفاخ في وجهه وغيرها، إذا نظرنا إلى تصريح يعني النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي مارك روبيو وهو يعني مطلع كثيرا ولديه معلومات مخابراتية، قال بودي كنت أن أشارك هذه المعلومات مع الناس لأن لديه معلومات لكنه لا يريد أن يشارك تلك المعلومات. وهذا برأيي يعني تصريح خطير أن هناك شيئا ما فعلا يدور حول صحته، وإلا لم اضطر يا وزير الخارجية كما الروسي كما ذكرت بأن يخرج على الناس ويقول شاهدوه إنه طبيعي، لكنهم يقولون له أنه ليس طبيعي، لديه انتفاخ، لديه رعشة، يتكئ على يده اليمنى، عندما زاره رئيس بيلاروسيا سلم باليد التي يحتاج غير تلك التي يعتاد أن يسلم بها. تلك مؤشرات تدل على أن هناك فعلا شيء يتعلق بصحته، لكن لا توجد هناك يعني مقارير مؤكدة يمكن الاستناد إليها إلا يعني ما صرح به رجال المخابرات وآخرهم رجل المخابرات البريطاني السابق وهو رئيس جهاز المخابرات الخارجي الذي قال أن وضعه في المرضي يعني حقيقي وفي حالة صحية ليست جيدة. يعني هذه مؤشرات دكتور أحمد، يعني أنت بتقول أنه هم الجانب الروسي اضطروا من كثرة الأخبار اللي جلسة تطلع أنهم ينفوا على غير عادتهم؟ يعني صح صحيح، لأن القضية يعني تمس الرأي العام الروسي أيضا، لأن روسيا ليست معزولة عن العالم. يعني صحيح أن هناك مراقبة للإعلام، لكن هناك إمكانيات يمكن أن تنفذ هذه الأخبار إلى داخل روسيا، وشخصية بوتين التي جسدها للرأي العام الروسي أنه رجل قوي وأن قراراته صارمة وحازمة، فإذا كان مريضا فمعناه أن قراره باجتياح أوكرانيا قد يكون يعني غير صحيح وغير صائب، لأن المرض كما نعرف يؤثر على الإنسان ويجعله يتخذ قرارات غير صائبة. لذلك هذه الصورة أعتقد أقلقت وزير الخارجية الروسي وأقلقت القادة في روسيا، وبدأوا يردون يقولون انظر إليه إنه بصحة جيدة، لكن المشكلة عندما ينظر الناس إليه يقولون لماذا هذا الانتفاخ ولماذا هذا العرش ولماذا يمسك الطاولة بيده ليمنع الارتجاف، كل هذه الأمور زادت الشكوك بدل أن تبدلها. بس ما تعتقد دكتور أحمد أنه يمكن يعني هو بيعاني من متاعب عادية أو شيء عادي، وفي نفس الوقت بسبب الحرب مع أوكرانيا وكذا هذه محاولات من الغرب لتحطيم صورته والتشكيك في حالته الصحية والعقلية؟
صحيح يعني قد تكون أداة إعلامية، لكن إذا نظرنا إلى تاريخ القيادة الروسية، لنأخذ مثلا ستالين. ستالين يعني كان يعني رجل كبير جدا في عالم السياسة، والناس ينظرون إلى صوره كل يوم، لكن لاحقا عندما مات تبين، وهذا ما نشرته فورن أفير، يعني مجلة فورن أفير، تبين أنه كان يعاني من حصبة عندما كان صغيرا، بمعنى أن لديه ندوب في وجهه، لكن لا أحد رأى هذه الندوب، وكان يعرج ولكن لا أحد رأى هذا العرج، وكان يعني قصيرا لكنه دائما كان يبدو طويلا وليس قصيرا. إذن الرجل في السلطة يحاول أن يعطي صورة غير تلك التي هي عليها، من أجل أن يظهر بمظهر القوي وأقناع شعبه أنه رجل سليم ومعافى، من أجل الممارسة السلطة. ونحن نعرف أن رجل السلطة يجب أن يكون سليما ومعافى، نعم، لكي يتخذ قرارات خطيرة، وإلا فإن الوضع سيكون يعني محل شك في قيادته. على العموم يعني أكيد الأنظار حتستمر على الرئيس بوتين لمتابعة يعني حالته الصحية، وأكيد التقارير كمان تستمر في الظهور، ونحن حنتابع الموضوع. لكن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من لندن الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج، شكرا لك.